السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. سؤال وجواب عن أحكام شهر رمضان. السؤال يقول: ما هو الواجب على من سكن في بلد يطول فيه النهار؟ الجواب: يجب الصوم وإن طال النهار، إلا إذا كان موجبا لحرج شديد لا يتحمل عادة، فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك. وكذلك يجوز الإفطار إذا كان الصوم موجباً للعجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، والأحوط لزوماً حينئذ في هذه الحالة الاقتصار في الأكل والشرب على المقدار الضرورة والإمساك عن الزائد. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.